ماذا تكسب لنادي الإخوة العيش الصاعدين لبلدية تيرت؟ نهديها للصالة تاعي والشيخ تاعي ووالدي، ان شاء الله نكون في المنتخب الوطني ونكون بطل العالم، نرفع الراية الوطني. بون نعطيك نبذة على التاريخ تاع النادي، النادي تأسس 1998 طرف الاخ تاعي الاكبر سيدي هادي وانايا. منذ من تأسيس النادي الحمد لله هنا عندنا نادي شغل خرج ابطال 2009 2011 وريسامون في 2022 وهذه المرة في 2024. الحمد لله زعما ريكو تاعنا عندها كيما نقولوا اسم الحمد لله تاعنا تواضع منا مالاش اسم على المستوى الوطني. والاخ تاعي نموج من هذا المنبر وجه تحيه في المانيا ورافان نفس الشيء راه حالف المدرسه باسم المدرسه هذه في المانيا وراه شارك مؤخرا في البطوله الدوليه لدول البلطيق وكان هو المدرب تاع المنتخب الالماني وحصل على المرتبه الاولى. بون بصفتي كرئيس نادي رياضي الإخوة العيش لشاولين نشكر الحضور اللي كانوا معنا في هذا الصرح الرياضي المميز بمناسبة تكريم السيد سايس عبد النور بطل الجزائري لسنة 2024 في بطولة الجزائرية لكونغ فو وشوساندا. واش راح نقول لكم يعني ياكم تشوفوا يعني المجهودات اللي بذلوها الرياضيين في هذا الموسم الرياضي. البطوله يعني كانت شويه فيها منافسات البطوله صعبه شويه يعني الرياضيين يكونوا شويه مش واجدين معنويا ومع العلم انه هذا البطل هذا اللي توج بالبطل هذه المشاركه الاولى تاعو. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.